أصدرت روايتها الأولى بيت الأرواح فصنعت لها مكانتها الأدبية. تحظت تشيلية إيزابيل أليندي بشهرة واسعة في عالمنا العربي، وترجمت أغلب رواياتها إلى العربية، فقرأنا لها عن الحب وظلال وباولا وإيفالونا وغيرها. أليندي التي لا تزال واحدة من المرشحات لنيل نوبل للأدب، تنتمي إلى الجيل الثاني من كتاب الواقعيات السحرية بعد ماركيل. عاشت ابنة العائلة السياسية تبعات الانقلاب الدموي في بلادها لتبدأ بعدها رحلة النزوح، ثم الحياة الجديدة التي لم تخلو من محطات شديدة المرارة. وإذا كان أقلها طلقها من زوجها الأمريكي حيث استقرت في الولايات المتحدة، فأن فقدانها لابنتها باولا عن 28 عاما كان له الأثر العميق في مسيرتها الأدبية. هكذا أضحت الكتابة عند إيزابيل أليندي علاجا لحزنها وترتيب ذكرياتها، فكتبت روايتها باولا التي أهدتها إلى روح ابنتها. أليندي دائمة البحث عن المبررات لتستمر في الكتابة، وآخرها تلك التي تعبر عن المرحلة التي تعيشها حاليا، وهي دنوها من الشيخوخة، الشيخوخة التي تجعلها تتذكر جدها كثيرا. كانت لجدي شخصية قوية، بطريرك حقيقي، وكان ملهمي الذي استعنت به لأرسم أحدى شخصيات روايتي منزل الأرواح. كان عارفاً بالتاريخ، يحكي القصص ويردد أشعاراً طويلة، قص علي جميع حكايات العائلة ومغامراته الشخصية كذلك. 20 عاماً مضت منذ بدأت بالكتابة، وما زلت إلى اليوم أستقي تفاصيل وأفكاراً لأدخلها في كتاباتي مما حكاه لي جدي يوماً.